كابينات مرورية مغطاة بالكرتون أثارت موجة من الانتقادات والسخرية من قبل مواطنين في الديوانية، مطالبين بتوفير أخرى زجاجية لحماية رجال المرور من أشعة الشمس المرتفعة. نشوف المظلمة للمرور، لو تروح لمديرية المرور وشوف المبالغ اللي تستحصل من الناس اللي يبيعون السيارات والغرامات والطرق والجسور وعقد هو بس العقد مال الفسمة 50,000، عقد مال بيع سيارة 50,000، هي ورقة ترى، ما هسه واحدة من الأوراق سوي بها هاي الجسم، سوي بها هاي المظلة. هذا منظر بالنسبة لي رجل مرور واقف بالشمس حاطي له كراتين منا ومنا ومرتبي الهيا شلون ما كان تلزيق على حكينا ومقعدينه هيك، هذا ما مقبول. بلدية الديوانية بيّنت أن تغليف الكابينة بهذا الشكل تصرف شخصي، وإنها ستقوم بوضع مظلات حديثة بدل كل الكابينات القديمة والمتهالكة خلال أيام. فيما يخص موضوع ظليات المرور، هاي أكثر هذه الظليات هي عبارة عن تصرفات شخصية. تعرف أنت رجال المرور هم ناس 24 ساعة بالشارع تحت أشعة الشمس، لذلك يحتمون بهذه الظليات باعتبار أنه هي تقيهم من أشعة الشمس. تم التوجيه من قبل السيد المحافظ بالتنسيق بين البلدية ومديرية المرور في عمل كابينات خاصة إن شاء الله سيتم مباشرة بها في الأيام القادمة. وفي وقت سابق وضعت مديرية مرور الديوانية أكثر من 10 مظلات حديثة في بعض تقاطعات المدينة، غير أن الخطوة بحاجة إلى متابعة. مظلة لا تحمي من حر صيف ولا تقي من برد شتاء، ووصفت من قبل مواطنين بأنها آخر صيحات الموضة هنا في الديوانية، في وقت يطالبون من المعنيين بمكان يليق برجل الأمن. للشرقية نيوز علي قحطان، الديوانية.